القائم على هي الندوة هو مركز حرمون للدراسات المعاصرة خاصة اللي عم تعرضه للنزوح هو خسارة المكان الاجتماعي. سابقا كل انسان ساكن بقريته منصل بالحياة اللي عايشين فيها. أهلا وسهلا فيك. هي الندوة بعنوان أثار النزوح والدمار المجتمعي. الفئة اللي حضرت هي الندوة هي 16 امرأة من عاملات بمجالات مختلفة، من معنا أخصائي نفسي، معنا صيدلانية، وفي معنا مهندسي من فئات المختلفة. تم دعوتهم لحتى يمثلوا شريحة ويكونوا عينات للفئات المجتمع. حكينا خلال هي الندوة عن الآثار، آثار الثورة السورية أو آثار النزوح اللي امتد لمدة 10 سنوات. كانت متوفر لي كل شيء بحياتي وكل شيء حلو، بس أنا إذا فقدت الأمان خلصنا، ما بقى أحسن استمتع بأي شيء، لأنه عايشين بحرب. لأنه مو سهل على المرأة اللي مثل ما تفضلت الأخت من شوي، المرأة اللي كانت بارتي ببيتها وبنظافتها وبترتيبها وبأدواتها تسكن بخيمة. اليوم كان موجودة بين عدة أشخاص، كان حوار كتير رائع عم بيجسد الواقع اللي نحن عايشين فيه. فعلا النزوح كان له أثار كتير كبيرة، الواقع والحرب اللي كنا عايشين فيها أثرت بشكل كتير كبير، كان في إلى دمار بمجالات مختلفة وخاصة بالمجال المجتمعي، كان في دمار على جميع الأصعدة. النزوح ولد كتير مشاكل بجوانب اقتصادية وجوانب نفسية وجوانب اجتماعية وجوانب تربوية. حكينا اليوم كثير عن كل هاي الجوانب. كان في أشخاص جدا رائعين وحضورهم كان كثير مميز ورائع، شاركوا من خلال مناقشاتهم عن تجاربهم الشخصية، شاركوا عن معاناة عاصروها أو معاناة شاهدوها، وكان هذا النقاش طبعا أغنى الندوة وعطانا صورة عامة عن الواقع اللي عايشين فيه، واقع النزوح والآثار بالدمار المجتمعي. ما في يعني تقولي أنه أنا والله ما في يضل ببيتي، أو مثلا كل ما أطلع أني بطلع غطي